الشوفير الجميل أو الحسن، الراهب السائح الذي يعيش مع الله يشبع بالله. والشبع الروحي ده شبع حقيقي، وتتضاءل أمامه كل الأمور الجسدانية. بلحة واحدة تكفيه، شوية مية قليلين يكفوه، لا يغزوه الملل ولا الهم ولا القلق، مفيش الحاجة دي، مفيش الأمراض النفسية، حتى أجهزة الجسم تعمل براحة شديدة جدا، تجد القليل الذي يعطيها طاقة الحياة وتعيش فيه. في تاريخ الكنيسة السياحة الروحية عالم كبير مليء بالأسرار لا نعلم منه إلا اليسير فقط. الرهبنة في أساسها حياة حسب الإنجيل، ولكن إلى أعماق وأعماق وأعماق الكتاب المقدس.